صبحي الديب من قرية الدير مركز توخ اليوبية، أحد مزارعي الفراولة في القرية. هنا حضرتك قرية الدير تشتهر بزراعة الفراولة عامة من فترة طويلة، وحضرتك دلوقتي بقت زراعة الفراولة في القرية زراعة حديثة. إزاي يعني؟ ري حديث في بالتنقيط، زائد حضرتك موسم الفراولة بيبدأ زراعته من بداية شهر 4، دي زراعة المشتل، ثم بعد ذلك يبدأ تجهيز الأرض لزراعة الإنتاج، اللي هي بمعنى إن احنا بنجهز الأرض سماد بلدي وكماوي وكلام من ده تجهيزا لزراعة الإنتاج، ثم بعد ذلك يبدأ الإنتاج بزراعته من بداية شهر 9، يبدأ زراعته من شهر 9. وهنا بعد يعني زائد إن هنا في أصناف كثيرة لزراعة الفراولة في هذه القرية، منها زراعة الفريق اللي هي الاستفال والفرتونة والاستفال والسويتشر. بعد كله بقى في حاجة اسمها عندنا التصدير أو سوق محلي. التصدير بيكون كل دولة حسب، في تصدير أوروبي وتصدير عربي. بالنسبة للري الحديث اللي هو ري التنقيط أصبح بيوفر معانا مية، ثم بعد ذلك بيوفر كيماوي كمان، وتوفير مية يعني بيوفر مية بطريقة كويسة. بالنسبة للفراولة لها عمالة معينة أو عمالة مخصوصة، تبقى عندها علم إن هي بتشتغل إزاي، بتنظف إزاي، بتشتغل إزاي في الأرض يعني، تبقى لها عمالة خاصة بها. الفراولة بنبدأ جميع من الساعة 7، بنطلع الساعة 11 عامة، بروح أجيب اللنفار، بنبدأ شغل جميع فراولة، أديهم البواقيت بتاعتهم يجمعوا فيها، أطلعها بره نفضيها، نبدأ بقى جميع ونفضي، اللي بيروح العبور واللي بيروح المحطة، والبلد كلها بتستنى الزرعة دي. ليه؟ عشان الناس اللي بتزرعها، الناس اللي بتنظف، الناس اللي بتودي المحطة، التجار اللي شغالين، البلد كلها بتستنى الزرعة دي. بنبدأ في الجميع بدري، إنما في الشغل التنظيف وكده بنبدأ متأخرين عادي، إنما في الجميع لازم ننزل الساعة 6:30 من بداية شؤش النهار لحد الساعة 11:30. في التنظيف ممكن ننزل متأخر عادي، نطلع براحتنا. لازم الناس معينة للجميع، مش أي حد ينزل يجمع فراولة، لازم الناس متدربة على كده، متدربة على الجميع. وري الفراولة في الشتاء كل 10 أيام، والجميع في الشتاء فعلا كل 10 أيام، إنما في الصيف كل أسبوع، وفي الصيف الجميع كل أسبوع، بس في الشتاء مش كل أسبوع، بنبدأ متأخرين يعني وكده. أنا عمارة الصياد من الديل. بنزرع فراولة طبعا، في فرتونة وفي فريدة، أحسن نوع عندنا اللي هو الفرتونة، والفريدة بتبقى سوق محل. بنزرع الفراولة دي بقى في شهر 9، بتبقى فيها مثلا الأنواع بتزرع في أول 9 وفي آخر 9، وكل ساعة ما بتزرع بتشتغل بعمال. الإيجارة غالية طبعا، والكماوي والرش والحاجات دي غالية خالص، يعني الحاجة رفعت الضعفين السنة دي بالذات، الإنتاج ضعيف. دي بقى حاجات بقى بتاع ربنا، بتشتلى تعرفش من الرش، من ما حدش عارف، ما فيش حاجة بتجيب نتيجة. ده موسم الجامعة ممكن يخلص شهر 5، شهر 5 إن شاء الله كده، بتبقى في آخر 5 كده.